أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم في حصتكم الجديدة ولادنا تحت جناحنا. علاش سميناها ولادنا تحت جناحنا؟ أولا لأن قلنا جناحنا مسؤوليتنا كامل تربية النشأة. في إطار حصة مع عمو يزيد التقيت مع عدة أولياء وهدرت معهم وصرت بلي عندهم تساؤلات كثيرة، تساؤلات إما في تربية الأطفال إما في المدرسة إما كاين حالات تصادفهم ولكن ما عندهمش يحتاجوا نصائح. حاولنا من خلال هذه الحصة هذه أننا نستضيف أخصائيين في شتى المجالات باش يعطيهم نصائح اللي يفيدوهم في تربية الأطفال. إذن انتظرونا في حصتكم الجديدة ولادنا تحت جناحنا في نصائح تهمكم في تربية ولادكم اللي هم ولادنا. اليوم عندنا حصة مهمة جدا، على بالي بلي كاع الأولياء يتسألوا على برنامج التلقيح لا فاكسيناسيون، كيفاش نفاكسيني ولادنا واذا كان نسيت اسكو غراف ماشي غراف، واش هو البروغرام، يا هل ترى واش هو لي فاكسان اللي نديروهم والولاد مازال ما دخلوش يقراو، واش هما لي فاكسان اللي نديروهم ولادنا يقراو. دونك هذا البرنامج هذا اليوم راح نطرقوا له مع اخصائيين. اذا تستضيفوا معايا الطبيب المختص في طب الاطفال دكتور محمد بالغبرة. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك، تفضل، شرفتنا. تفضل. شرفتنا دكتور، تفضل تفضل. معنا كذلك مختص في علوم التربية اللي عنده أكثر من 30 سنة وهو مع مربي الأجيال أستاذ لابري. لابري تفضل. أهلا سيدي، مرحبا بك، شرفتنا شرفتنا. بارك الله فيك. تفضل 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 تفضل. ومعنا مختصة في علم النفس كذلك أستاذة تفاحي هنية. مرحبا بك أستاذة، مرحبا بك، مرحبا بك، شرفتينا أستاذة. تفضلي تفضلي تفضلي. وما نقدروش نتكلموا على برنامج التلقيح بلا ما نستضيفوا أب ولي أمر اللي هو بحري أحمد. تفضل 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 تفضل. ايش رايك؟ مرحبا بك مرحبا بك. تفضل تفضل. يعيشك ميرسي ميرسي. تفضل. مرسي. لا شرفنا شرفنا. تفضل تفضل. ودائما دائما نستضيفوا طفل ولا طفله باش نقولوا للاطفال ما ينساوش الواجبات المدرسيه نتاعهم. معنا اليوم ميليسا. تفضلي ميليسا، اروحي اروحي. يا بنتي واش راكي ميليسا؟ لاباس. لاباس بخير. واش مسنه تقراي ميليسا؟ ثالثه. شاطره انت في القرايه. اش بيها شاطره؟ كيفاش ديري الواجبات تاعك ميليسا كي تدخلي للدار من الدراسه؟ تسناي ماما ولا بابا يقول لك روحي تقراي ولا تروحي وحدك؟ نروح وحدي. تروحي وحدك، برافو بنتي برافو. وكيفاش ديري الواجبات تاعك؟ تشربي الحليب ديالك وتستعفاي ولا ديري الواجبات ومن بعد تستعفاي؟ كيفاش ديري؟ نريح شويه ونروح. تريحي شويه، برافو. وفي نهايه الاسبوع تقراي شويه بالجمعه والسبت ولا تلعبي بزاف؟ نقرا شويه. وتلعبي شويه. هيا برافو برافو. واش تقولي للاطفال اللي يشوفوا فينا دركا على قرايتهم الواجبات المدرسيه تاعهم؟ نقول لهم يا اطفال اللي راكم تشادوا فينا بكاملكم روحوا ديروا واجبات تاعكم. برافو 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 بنتي برافو. وحنا احنا ثاني وجدنا لك مكتب جميل هيك راح تروحي ديري الواجبات تاعك يا اخي. هيا تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. إذا كما قلت لكم ميليسا، أنتم ثاني أطفال هذا هو الوقت اللي تروحوا ديروا الواجبات تاعكم باش تنجحوا والديكم يفرحوا بكم يا أخي. إذا مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة ولادنا تحت جناحنا. كاين تساؤلات، تساؤلات كبيرة توصلنا من عند الأولياء. يقول لك ماذا بينا تنصحونا تنصحونا. وهذا الموضوع تاع اليوم هذا موضوع مهم مهم جدا اللي هو موضوع التلقيح لا فاكسيناسيون اللي تريز امبورطون. انا واحد من الناس
بالمرات نقول يا هل ترى لو بروغرام تاع لي فاكسان وين نسبوا، يا هل ترى لازم نتبعوا ولا ما تبعتوش، واش يصرى بالمرات نكون بالك نكون مسافر بالك ما نكونش مسافر بالك، يعني ماذا بينا من خلالكم اليوم نقدروا نوضحوا لهاد الاولياء اللي ما يشوفوا فينا واش هو هذا البرنامج تاع التلقيح وكيفاش يقدروا يتعاملوا معه. ماذا بينا دكتور بن الغبرة يعني توضح لنا الصورة بالنسبة للتلقيح، يعني واش تقدر تقول لنا؟ التلقيح هو عملية زيادة المناعة عند الإنسان عن طريق حقنه بمواد كانت في الأصل جرثومية تم تعديلها وراثيا أو بطرق مختلفة ليتمكن من مقاومتها. هذا هو تعريف التلقيح. التلقيح هو حقن، يعني ما نقولوش جرثوم ولكن حاجة تشبه هكذاك، يعني لتفعيل المناعة. نعم، هو حقن المعلومات الوراثية المتعلقة بذلك الجرثوم. معناها كل جرثوم عندما يدخل الى جسم الانسان يحدث مقاومه. نعم، مقاومه، رياكسيون ايمونيتير. داكور. التلقيح يهدف الى ابراز تلك المقاومه دون تعريض الخطر الجسم المتلقي. تري بيان. دونك ومن بعد نوصلوا الى برنامج التلقيح. برنامج التلقيح، وخاصه انه البرنامج التلقيح وقيل تعدل. تعدلوه العام الماضي في سنه 2016 رزنامة الجديده. احنا اللي كنا نعرفوا هذيك تاع الثلاث شهور تطعيم الاول. الان نتحدث توماس، تعرفوها الثلاث شهور تطعيم الاول، ست شهور تطعيم ثاني، كانوا صغار هما. يعني هذيك اللي عرفنا وانا سمعت باللي تعرفوها، غنوها تشوف. الرزمنة القديمة اللي كنا نعرفوها كامل، سمعت باللي تم تحديثها العام الماضي. العام الماضي تغيرت شوية، ماذا بينا وكنت تكلمنا عليها. نعم، هناك لقاحات عند الولادة على نيسونس، لقاح ضد السل بي سي جي، لقاح التهاب الكبد الفيروسي بي، ولقاح شلل الأطفال عند الولادة. عند الولادة كاين ثلاث لقاحات. نعم، عند الشهر الثاني هناك الجرعة الثانية من فيروس التهاب الكبد ضد المكورات الرئوية أونتي بنوموكوكسيك، ضد شلل الأطفال مرة أخرى. نعم، بارفوا أورال الفموي. هناك ضد الهيموفيلوس إنفلونزي باكتيري اللي تعرض للميننجيت وتعرض ثاني لأمراض مختلفة في الأسفير أورال، يعني أمراض الأنف وأذن وحنجرة. هناك لقاح الدفتيريا والتيتانوس مرض الكوزاز. واش من شهر هادو؟ هادو الشهر الثاني. الشهر الثاني. نعم، دونك الشهر الثاني كان اكثر من خمس لقاحات. اكثر من خمس لقاحات. نعم، دونك 5 فاكسان. نعم، في الشهر الثاني. نعم، روكو بكرين نشفا كنا نبداو في الشهر الثالث. نعم، يعني في الشهر الثالث لقاح واحد وهو شلل الاطفال انجكتابل، هو اللقاح الجديد والذي تم احضاره مؤخرا. في الشهر الرابع نعيد الشهر الثاني تماما. في الشهر الرابع اعاده تامه للشهر الثاني. الشهر الثاني نفس الشيء. نعم، اكثر من خمس لقاحات. نعم، كما. اوكي. في الشهر ننتقل مباشره الى الشهر الحادي عشر، الحصبة التي كانت تعطى اسمها قديما في الشهر التاسع اصبحت تعطى في الشهر الحادي عشر مع الريبيول ومع ليزوريون. داكور. تسمى ثلاث لقاحات مع بعضها. نعود الى الشهر الثاني عشر، نعيد ما اعطيناه في الشهر الثاني والشهر الرابع. والرابع نعيده في الثاني عشر. في الثاني عشر. نعم، نفس اللقاح. لورابيل بيان سور. في الشهر الثامن عشر نعيد ما اعطيناه في الشهر الحادي عشر، معناها الحصبة ريبيول ليزوريون. ثم نبقى في العام السادس، معناها السنه الاولى اللي تم درس، يعني من 18 شهر ما نزيدو ندير والو حتى ست سنوات. حتى ست سنوات نعطي، نبقى مع الدفتيريا والكوزاز، نعطي معهم ثاني شلل الاطفال لانه مرض خطير جدا ومهم جدا ان الوقايه منه. ثم ننتقل للسنه الثانية عشر، الدفتيريا والكوزاز، وبعدها كل 10 سنوات دفتيريا وكوزاز، لان المناعه ضد الدفتيريا والكوزاز ليست دائمه، ولهذا يجب ان نعطيها كل 10 سنوات حتى في عندما نكون بالغين. داكور. شيء مهم مهم جدا. نعم، هذا يعني نشوف دكتور باللي يعني الكالندري تغير تماما مع اضافه خاصه للفاكسان اونتي بنوموكوكسيك، لان نلاحظ هناك حالات كثيره للبنوموني التهاب الرئه والمينينجيت ناجم عن هذه البكتيريا الخطيره، تم ادخالها في الرزنامه الجديده. وايضا الهيموفيلوس انفلونزي، لان المينينجيت التهاب الساحه التي تسببه هذه البكتيريا يسبب ديسيكال نورولوجيك، الطفل يصبح لا يرى او لا يسمع، ولهذا يجب التقيد بهذه الالتزام بهذه المواعيد لانها مهمه جدا. و
والله انا كنسمع درك قبل كاين تلقيح في سن تمدرس مدبية استاذ لابري، تعطينا يا هل ترى هاد المربيين المدرسه هل هي مستوعبه تماما لهذا البرنامج ويعني واقفين عليه ولازم الطفل يجيب الكارنيه فاكسيناسيون؟ يا هل ترى هاد التلقيح هذا يديروه في المدرسه ولا يديروه برا؟ يعني ماذا بيا توضح لنا الصوره هذه. نعم شكرا سي يزيد. انا في البدايه نجم نقول بانه قد حدث تطور وتحكم رهيب كبير جدا في المنظومة التربوية في وزارة التربية في المدرسة والطب فيما يخص التلقيحات. جميل جميل. هذا يعني حاجة كبيرة دارتها الدولة، مهمة جدا دارتها الدولة، وهذه تدخل في إطار سياسة الوقاية، لأن الوقاية المثل المعروف الوقاية خير من العلاج، ولكن الوقاية راهي رايحة تربح الدولة الملايير من جهة، هذا من الناحية المالية والاقتصادية، وكذلك الصحة، يعني الصحة الصحة العمومية، يعني ما بالك نتكلموا على شلل الأطفال، نتكلموا على نعم أشياء نعم. وهذا يساعد كذلك في حظوظ، في إعطاء حظوظ أكثر في نجاح أبنائنا أثناء تمدرسه. الحمد لله الحمد لله. إذن الدولة الحق، يعني إحنا ما عندناش الأرقام، ولكن أموال باهظة كبيرة دارتها الدولة. وزيد على هذا، اسكو هاد لي فاكسان يديروهم في ليكول ولا يديروهم برا؟ لا دوك نجيك دوك نجيك نجيك سؤالك مهم جدا بارك الله فيك. يعني ما هي علاقتنا احنا كمربيين كمعلمين؟ اسكو نشفى انا بكري، انا كنت صغير، نشفى درت فاكسان في المسيد، مانيش شافي واش من عام ولا مين شافي جاودة ولا شي. نعم صحيح صحيح. انا درت، انا في سني ما زلت العالم هنا. بالضبط عندنا كاع هذيك العالم. إيه ولكن أنا قلت في تطور في تغيير، والآن الدكتور يقول بأنه الرزنامة لو كالوندري دو فاكسيناسيون الجيري الرزنامة تغير تغير تغير، وغير ما تغير في 2016. بالضبط بالضبط. يعني دوك لازم نواكبوه، إذن فيه الجديد. بالضبط وهذه فيها دراسة. بالضبط. ما يخفاش باللي الجزائر تابعة تنتمي إلى لوماس، المنظمة العالمية للصحة، العالمية للصحة، وحنا نمشيو مع المنظمة العالمية للصحة يعني. بالضبط. إذن فيه تغيير، فيه الجديد، لكن الشيء اللي نجم نقوله لك هو أنه المدرسة للتلميذ لما يجي للسنة الأولى لازم يكون مرفوق بالسجل في السنة الأولى مرفوق بالدفتر الطبي. بالضبط. هذا أول اهتمام. جميل جميل. أول اهتمام لازم الدفتر الطبي. جميل. ثانيا باش يشوفوا البروغرام فاكسيناسيون تاعو سيتي ريسبكتي ولا لا. بارك الله فيك. بالضبط. ثانيا كاين بما يسمى بوحدات الكشف الطبي اللي هي إجبارية في المدارس. ما كانش مدرسة ماشي تابعة إلى وحدة من وحدات الكشف الطبي. كاين كشف طبي دوري. نعم. وهذا هذا يعمل بالاشتراك ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية. احنا مثلا تاخذ بلدية صغيرة عندها كشف طبي، عندها وحدة من وحدات الكشف الطبي وتابعين إليها عدة مدارس. جميل. كلهم يروحوا. واش يصرى في هذا الكشف الطبي؟ مروش التلميذ هو اللي يروح الى الوحده الى المركز، وانما المركز هو اللي يتنقل الى المدرسه. جميل. في السنه. جميل. الاولى. جميل. ابتدائي. جميل. وكذلك في السنه الاولى متوسط، وفي السنه الاولى ثانوي. ثانوي. ثالثه ثانوي عفوا. يجي الاطباء، يجي طبيب الاسنان، لانه هنا هذا دور كبير تاع هذا الوحده. مهم. وكم من امراض مهم اكتشفت عند الاطفال اللي الأولية ما فاقولهمش، ولما تكون في البداية العلاج تاعها يكون سهل، يكون سهل. وكم من تلميذ أنقذ وفي الحمد أسبوع لله ولا خمسة أيام علاج، الحمد لله. حتى عمليات جراحية ما ندخلش في التفاصيل، ويرجع إلى التمدرس بطريقة عادية. الحمد لله. الحمد أما لله. فيما يخص هذه اللقاحات فهذا الوحدات تاع الكشف الصحي يعني على قدم وساق، يعني ما تلعبلهاش فيما يخص، يعني توليرونس زيرو. لازم توليرونس زيرو. علاش توليرونس زيرو؟ لانه اذا كان تلميذ او مجموعه من التلاميذ تخلوا على هذا التلقيح، هذا واش يحدث؟ المشكل وراء في المدرسه. المدرسه هي جماعه. بالضبط. جماعه. بالضبط. عائله وجماعه. ف العدوى اذا اصيب التلميذ. بالضبط. بالضبط. العدوى خاصه. بالضبط. مرض السل
شيء خطير. أقول خاصة مرض السل بالضبط. اللي نفتح قوسين الحمد لله يعني في بلادنا في سنوات مضى كذلك ما عندناش الإحصاء، أنا ما عنديش إحصائيات ولكن بسهولة. أنا شخصيا مش أسمع به بزاف. نعم يعني يكاد تراجع يكاد ينعدم يكاد ينعدم واحد بكري كنا نسمعوا بعد رجع يعني في حالات فقط بالضبط. وهذا بفضل جهود التلقيح وبفضل جهود الدولة بالضبط. والمراقبة الصارمة في المدرسة مع الكشف الصحي اللي وتابع لوزارة التربية اللي تبع هذا، كذلك أمراض جميل. أخرى بالضبط. كما لاكاري دونتير كما لافي حلم الواحد لافي. عندنا حلقة رايحين ما نتراجعوش عليها، عندنا حلقة نتكلموا عليها على النظر على السمع يعني كاع المشاكل اللي تواجه الطفل في التمدرس، لأنه حنا همنا واش أنه الطفل يتمدرس يقرأ مرتاح، كل حاجه اللي تعيق التعلم عنده لابرونتيساج حنا ماذا بنا ننبه الاولياء عليها، هذا هو المهم والاهم. استاذه ماذا بنا تكلمينا من الجانب من الجانب النفسي، من جانب يعني كيفاش تشوفي هذا التلقيح، لانه التلقيح بالك الناس هكذا يشوفوه يقولك لا فاكسيناسيون، ولكن انا نشوفها باللي لا فاكسيناسيون استان فينومين يعني حاجه كبيره اللي ترافق الطفل سنوات وسنوات، وهي اللي رايحه يعني الفا ديتيرميني سون فيتور يعني المستقبل تاعو كله مبني على هاد التلقيحات، يعني ممكن يكون في خطر كبير. بعد نرجع لك استاذ ماذا بيا نتكلموا على اذا كان الناس توخرت ولا على التلقيح واش يصراو كامل، ماذا بيا توضحي لي. الله يسلمك استاذ يزيد. التلقيح هو صحه من الاول وهو وقايه، والتلقيح نسمعوا به وحنا صغار في الاهل، سواء عندنا ابن الاخ ابن الاخت يعني نسمعوا بالتلقيح قبل ان اكون ام بالضبط. يعني بالضبط. ماشي حاجه جديده علينا بالضبط. كانطلاق يعني الام الاول المولود تاعها راح يبدا التلقيح في الشهر ديجا يبدا في الولاده درك في الولاده لو بي سي جي فوالا الصباح قبل ما تخرج تقول لها نجي ندير له الفاكسان بالضبط. هي تحس شغل تقول لك بواجع داروا له الفاكسان اكسيتيرا اكسيتيرا وتقعد تعس في هذيك الفاكسان واش راح يصرى لها بالضبط. فوالا حنا واش نقولوا لهاد الامهات اللي على بالهم بهاد التلقيحات ويهيئوا نفسهم ويحضروا نفسهم، لان هناك بعض التلقيحات اللي تدير حمى لازم يكونوا عارفين بها وتكون عندهم الاسعافات الاوليه. وكاين امهات مثلا اللي ما تعرفش التلقيحات مي لو كارني دو فاكسيناسيون لما تروح لاول مره عند البيدياتر او هنا الدكتور معنا يوري لها في الصفحه هذيك يقول لها من الاشهر اللي لازم نديروها ولازم اشاك فوا ديري الفاكسان تشوفي الى اسكو داروا لك لا غريف فيها باللي درتيها ولا باش تتاكدي مهم. لانه احيانا انت تتاكد باللي درت الفاكسان لو بوتي مي كي تروح للدار تلقاه ما دارلكش هذا الشيء خطير هنا خطير فوزات اوبليجي تولي ليهم بعد هو يقول لك انا درت ما درتش ما كاش تاكد مزيه كاين لو ريجستر تاعهم هنا يلفا فيريفي لو نو وبعد كي يلقاه درتي عاود يصلح هذاك مهم. والكارني دو فاكسان لازم ما يتبحرناش ولازم يكون ضروري ديروا لي فوتوكوبي درك بيان سور لازم ديروا فوتوكوبي وعلاش لانه الاثبات الوحيد وهو الامان الوحيد حتى للام باش هي ما تكولبابيليزيش وعلاش قلنا كاين بعض الامراض اللي نكتشفوها في المدرسه باغ اكزومبل نهار يدي كارني دو فاكسيناسيون يقول لها مدام خصك تاع 18 موا يخصك لو رابيل تقول له لا درته له يقول لها هاوليك هذه الحاله نعاودوا الفاكسيناسيون دو ديبار بالضبط. وهنا واش معناتها تكون مشاكل نفسيه والاب والام تولي عندهم طاقه نفسيه كيفاش نهيئوا هذاك الطفل كيفاش راح نديروا له لي فاكسان نبداو نخمو في امراض اللي ممكن تصيبنا قبل الوقت بالضبط. هنا بالضبط. لازم بالضبط. تكون كيما نقولوا احنا لازم تكون الام متفطنه بالضبط. سواء الام اللي قرات ولا حتى الام اللي ما قراتش لان الامومه بالضبط. بالضبط. هي علاقه بيولوجيه وفطريه بالضبط. بلا ما تكون متعلمه بالضبط. لان الام اللي باغ اكزومبل يعني تروح عند نابورت كال بيدياتر طبيب اطفال ولا يفهمها راني نشوف الاطباء تاعو ان الله يبارك يسون نعم. باسيون عندهم ديجا يا استاذ يزيد لي فاكسان راهم يبداو بوندون لا غروسيز يعني ديجا تعرف واش معناتها الفاكسان ماهيش بعيده عليها فاكسان في البدايه في الحمل تتبعها فاكسان بعد الحب الى غير ذلك الله يبارك الله يبارك السلام. سي حميده بحري راك معنا اليوم كأب حبينا نسقسيوك يعني
كيفاش تشوف الفاكسان؟ اسكو كنت تشوفوا يعني تعطي له لامبورطونس ديالو؟ اسكو حاجه مهمه؟ اسكو كنت تنساه؟ اسكو نسيتو كاش نهار؟ اسكو لا كنت واقف عليه؟ اسكو كيفاش شفتو انت كاب هذا؟ واش حبيت انا الفاكسان؟ اول السلام عليكم. مرحبا بك. الله يسلمك. الفاكسان تعلمته من ليكول كنا صغار. يعني وانت طفل؟ انا طفل دارنا لو فاكسان هذوك البيستولي اللي داروه لنا هذاك ما نساوهاش طول حياتنا. شفينا عليه الوغ علمونا عطاونا بعض المعلومات من تما انا دوك الفاكسان لولادي تو الوغ جو شوي اجور تسمى كي يجي وقت الفاكسان ندير الفاكسان ما لازمش ما نلعبش لازم في وقته. تربيه مام اذا نسيت كان المراه تفكر تفكر هي هاك فاهم مليح مليح ولو كارني الفاكسان كيما قالت الاستاذه لازم اجور لازم يتخبى ويندار عليه فوتوكوبي مليح ويتخبى في بلاصه معينه باينه بالضبط. الوغ نقول الاولياء كامل لازم ما يستهزوش بالفاكسان بالضبط حاجه مهمه لازم يديروا الفاكسان لازم يديروا فوتوكوبي الكارنيه فاكسيناسيون ويكون اجور وكيدير الفاكسان يفيريفي لا داولو الكاشيف اللي داولو الفاكسان ماشي مهم فوالا لانه انت تقول ايام بعد نشوف بصح من بعد تفوت السنين يعني تفوت السنوات وكامل والانسان اسمه انسان يعني ينسى يعني بعد تولي تفكر يا هل ترى درتيها ما لازمش الانسان انتم يا اولياء توصلوا لهذا الشيء لا فاكسيناسيون التلقيح تاع اولادكم راهو شيء مهم 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 جدا. دكتور حبيت نرجع لك سيبوزون واحد ينسى الفاكسان ينسى الفاكسان يا هل ترى كي ينساه بيامات ولا بشهور حاجه خطيره ماشي خطيره هل يقدر يدارك نفسه ما يقدرش؟ ليس شيئا خطيرا. نحن احيانا الاطباء يمنعون التلقيح في في, في وقت معين مثلا يكون بلغ تم 11 شهرا مثلا يكون عنده حمى ولا يجب الى الشهر القادم الى بعد شهرين. ماشي مشكل ليس مشكلا. وثاني الاستدراك ممكن جدا في الفاكسيناسيون ولكن ما يكونش بعيد. نعم يعني عندما يكون الطفل جاهز يعني حتى ولو كان مثلا التلقيح هذاك لازم على 6 شهور مثلا ممكن 8 9 10 عام المهم لازم يديره. نعم هو ولكن تطلب ربي انه المرض هذاك ما يجيش اونترو تون سي سا طبعا هذا هو المشكل. هناك بعض الامراض تستطيع تحمل ذلك مثلا مرض الحصبه الطفل يكون محمي من طرف حليب امه ليزونتيكور ماترنال حتى طبعا. عمر الحليب تاع الام هذا نقطه مليحه لانه عندنا حلقه خاصه بلاليتمون بالترضيع بالرضاعه يعني شيء جميل. بالنسبه لاهميه التلقيحات فقط ننظر الى التاريخ هناك امراض كانت قاتله كانت وبائيه الحصبه شلل الاطفال السل اصبحت الان نسمع بها كثيرا. بالضبط بالضبط دركا اصبحت بفضل التلقيح. نعم والان هناك امراض جديده مثل هذه البكتيريا الجديده التي تسبب التهاب السحايا هي التي اصبحت لاكتواليتي تاع الفاكسيناسيون. داكور ولكن يجب ان ننسى الامراض التاريخيه يجب بالضبط. نسيانها لان الان في هناك بعض الدول الاوروبيه اصبح التلقيح فيها اختياري مثلا في مثل الدول ماشي اجباري ماشي اجباري لهذه الدول لانهما عندهم سيرتيفيكا دي راديكاسيون. احنا في الجزائر مثلا ليس لدينا هذو لي سيرتيفيكا راهي اونكور معناها ما زلنا باش نحصلوا عليها. مثلا في الجزائر منذ 2007 ليست هناك حال ديفتيريا منذ 1996 ما كانش. اذا كان هذا المرض هذا ما كانش في البلاد ينحيوا التلقيح؟ لا ما ينحوش يرجعوه اختياري. يرجعوه اختياري تحب ديروه فاكولتاتيف في وشوى. تربيان شيء مهم مهم. هذا انا نعرف نعود الى التلقيح الموضوع الاساسي. هناك بعض الحالات نؤجل فيها التلقيح مثل الحمى اذا كان الطفل مريض ولا نعم. هناك ثاني لوكوبرون برونشي كي يعود الطفل عنده التهاب مشكل في التنفس. داكور ثاني هناك بعض الامراض التي تمنع تماما التلقيح مثل ديفيسي ايمينيتير نقص المناعه داكور. سواء طبيعيا يعني منذ الولاده وراثيا او هناك بعض الامراض مثل السيده والتهاب الكبد المزمن وايضا بعض الحالات وين يكون عندنا الطفل عنده مرض مزمن مثل في القلب او في الكلى او في الكبد يكون امبوسي يعني هيك يكون في حاله لاتاك تاع المرض هذاك لاجل التلقيح. ولكن تلك الفئات بالضبط هي التي تحتاج الى تلقيحات والحذر معها في التلقيح. هناك ايضا الاطفال لي بريماتوري داكور اللي يزيدوا 7 شهور لديهم وزن صغير ننتظر حتى يكتسب وزن اكثر من 2 كيلوغرام باش نعطيه التلقيح. ولكن التلقيح مهم جدا عند اولئك الاطفال ما يتلقحش في الولاده. عند الولاده الطفل كيكون بريماتوري اذا كان اقل من 2 كيلوغرام ديكاليو شويه التلقيح تاعو. داكور حتى الخلاصه انه التلقيح يحمي ويحمي ويحمي.
تري بيان. واش هما كاع التلقيحات يمدوا الحمى وكامل ولا بعضهم؟ 80% من التلقيحات تعطي الحمى 80%. ولكن الحمى شحال 24 ساعة 48؟ ممكن توصل إلى ثلاث أيام. إلى ثلاث أيام. لأن الحمى دليل على الاستجابة. الحمى كما حكينا من قبل. يعني الجسم راه يقاوم. نعم. أن الجسم راه يقاوم. كاين النيفين تاع الفاكسان سي بيان. هي المقاومة. نعم الجسم. المقاومة. لقد حصل على ليزونتيكور. لازم وليدكم تجيه الحمى ولكن ما لازمهاش تطول. جميل جميل. فقط إضافة، مثلا الطفل لما يكون مريض، الأم تقول لك طفل راهو مريض وغدوة الفاكسان تاعو، هي لازم أنا كأخصائية باش تكون هي في بالها ومرتاحة نفسيا لازم تاخذ هذاك الطفل للطبيب. وعلاش؟ بالضبط. فوالا، هي كي ناخذه للطبيب لأن الطبيب هو الوحيد الذي يحدد ندير الفاكسان ولا ما نديرش. بالضبط. في المراكز الصحية هناك فوالا في البي ام اي فوالا. هما اللي يديروا هذه الحاله اللي كنكون كولبابيليزي فوالا سوغ لو شون يا لانفيرميي وكاين الطبيب ويعني يشوف اذا كان لازم يدير الفاكسان هو ياخذ الاجراء اذا ما كانش لازم ما يديروش ولكن هناك بعض الحالات اللي تسرى يعني وشفناها احنا باغ اكزومبل الطفل ما يجوش على الطبيب تسالوا برك الممرضه تقول لي يما راهو مريض اسكو سعل تقول لها هي لا لا كاين اطباء اللي تكون فريمون عندهم يقظه وعندهم عمل انساني وعمل يعني كما نقول باتم معنى الكلمه تلقى باللي كاين حاجه عنده ان كومبرومون فوالا هنا تمنع باش ندير الفاكسان هنا انا واش حبيت نقول النصيحه ان الام ما تقدرش تحدد حتى ويبان الطفل مازال ما بانش عليه المرض بصح ما تقدرش تحدد يعني حتى هو مريض ناخذه للمركز اذا كانوا نقدروا الامكانيه نديروا الفاكسان درناها ما كاش امكانيه من حسن المعامله ان ناخذوا غونديفو واحد اخر في نفس الوقت ما رعطيناش الغونديفو او ميم طون خدينا الغونديفو ودينوا معامله يعني الانسان يكون فوالا جميل جدا اذا على حسب واش فهمت انا من الاخصائيين وكامل التلقيح شيء مهم جدا ولكن مليح انه تشوف وليدك يعني الحاله الصحيه نتاعو قبل ما تديه للتلقيح وكذلك مليح انك دائما تستشير اطباء مختصين في طب الاطفال خاصه وما تنساوش التلقيح لانه كما قالت الاستاذه من بعد حتى ولي الامر ما يكولبابيزيش ما يقولش وليدي وكان غير ديته وعلاش تاخرت وعلاش اذا مليح التلقيح في وقته وان شاء الله ربي يوفقنا باش نكونوا قدمنا لكم هذه النصائح الجميله هذه اللي تفيدكم في تربيه النشء تربيه اولادكم اللي هم اولادنا تحت جناحنا وتقدروا تتواصلوا معنا وتقاسموا لنا التجارب نتاعكم يا اولياء عبر موقعنا الانترنت اولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحه الفيسبوك اولادنا تحت جناحنا. نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان لا مقبولة ولا مدلولة تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان.